خرجت بطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي. فوق الهضيمة ودهشتي الآن صرت كهف ملاذي فاطميات تكض صارف عباتي تفوف الأيتام أخاف لو تجر تطيح الأعمار طول الجان ما ينشاف تالي انشاف وعين اجناف صوت اطفال عمن خاف عمن خاف فرهيدة ومن يجبل الليل تغطينا الثريا عثر انبار ننام بضيمنا ونتمدد جروح من رماد الخيم نصنع وسادا حين النوم هل ايتام ترجف شلون تنام شلون تنام سهرت على الحيرة سهرت على الحيرة وخافا لو صحت يسمعني شمات